السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. ها هي العملة الوطنية تشهد تدهوراً مخيفاً وتواجه انهياراً مريعاً، سببه الانقلاب أولاً ثم الانقسام ثانياً ثم ضعف الروح الوطنية وغياب الشعور بالمسؤولية، الوضع الاقتصادي على خط الهاوية وصراخ الجوع والمحرومين ينبعث من كل قرية ومدينة في طول البلاد وعرضها. فهل من آذان تسمع؟ وهل من ضمير يتوجع؟ ينشب الفقر مخالبه في كل بيت، يعجز الناس عن تأمين احتياجاتهم الضرورية من غذاء ودواء، تتعالى أصوات ولا مجيب، يستنجد الناس ولا منقذ. إلى أي مدى يريد هؤلاء أن يصلوا بالوطن والمواطن في وضع تتسارع فيه الأحداث الكبيرة وتتراكم فيه الأزمات على وطننا المثخن بالجراح، المثقل بالآهات والأحزان؟ في هذا الوقت العصيب الذي تطل فيه الأزمة، أزمة تردي الاقتصاد وتدهور العملة النقدية، الأزمة التي تحمل في طياتها الخوف والجوع وتهدد ما تبقى من استقرار وأمان، انهيار العملة لم يعد مجرد أرقام تتهاوى أو تحليلات تكتب هنا وهناك، بل أصبح نذير خراب يهدد النفس والإنسان والكرامة. فأين يكمن الخلاص من هذه الفاجعة؟ وأين نجد الدواء من هذا الداء العضال؟ وكيف نستعيد ما فقدناه؟ عدم رد الاعتبار للعملة الوطنية فشل قيادي وإداري وسياسي ذريع، وهذا هو موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. يسعدني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر الاتصال المرئي الدكتور هشام الصرمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي. دكتور هشام، أسعد الله أوقاتك بكل خير وأهلا وسهلا بك. مساكم الله بالخير. تحية طيبة لك يا دكتور، وسعيدين أن تكون معنا لمناقشة هذا الوضع الإنساني الصعب والتدهور المتسارع والمستمر في العملة الوطنية، والواجب على القيادة والسياسة والسياسيين وغيرهم الساسة في تجاه هذا الوضع الاقتصادي وانتشال العملة مما هي فيه. سنناقش هذا الموضوع بعد أن نذهب إلى متابعة هذا التقرير مشاهدينا الكرام. على وقع الانهيار المتسارع للريال، تصاعدت تحذيرات كثيرين أن نار الجوع لن تكتفي بإحراق الجائعين، وأن ذلك ما تؤكده سيرة التاريخ على مدار السنين، تحذيرات لا يبدو أنها تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين، أو بتعبير البسطاء من المواطنين، فإن من يستلمون رواتبهم بغير العملة اليمنية يستحيل أن يدركوا معاناة اليمنيين. الغضب الشعبي من الانهيار الأسوأ للريال اليمني على امتداد تاريخه غادر دائرة الانفعالات التي كانت حبيسة صفحات المواقع، إلى غضب تداعى أصحابه للخروج في أرض الواقع، وما بين مظاهرات الغضب الفئوية والاتساع نحو مظاهرات الغضب الشعبية يبقى السؤال الأهم: أين الجهات الرسمية؟ وهل يدرك المسؤولون أن بعض النار حين تتمدد لا يوقفها أحد؟ وفق اقتصاديين فإن المعالجات متداخلة تداخل الوضع القائم، حيث تتداخل المعالجات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالقدر الذي تتداخل فيه أسباب الوضع في النواحي ذاتها، وهو ما يوجب خطة علاج شاملة تذهب نحو اقتلاع جذر المشكلة المتمثل بالبقاء في وضع لا دولة وطغيان حضور الميليشيا والملشنة، مرورا بمواجهة حازمة مع الفساد واستعادة تصدير ثروات البلاد وإلغاء كل بند تذهب فيه أموال المواطن نحو جيوب قلة بالعملة الأجنبية. وإذا كان حال الريال وما يعانيه من انهيار يظهر بوضوح في المناطق المحررة التي يغلي فيها الغضب كالبركان، فإنما تخفيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا أكبر وأخطر بكثير. فتحت الوهم المسمى استقرار صرف العملة حقيقة الكارثة وحريق الأسعار والجوع المنتشر لينهش في الجسد كالسرطان، والفساد المتوحش الذي يبتلع كل شيء إلى بطون عملاء إيران. حال يتأكد معها أن اليمنيين جميعهم تجمع بينهم كارثة انهيار عملتهم، ولن تستقيم الحال إلا بالانتصار ابتداء في معركة الريال.
شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدين الأكارم وبضيفي عبر الاتصال المرئي الدكتور هشام الصرمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي لمناقشة تدهور العملة الوطنية، فشل قيادي وإداري وسياسي ذريع. مرحبا بك دكتور هشام، وأهلا وسهلا بك. إلى أين وصلت العملة النقدية وكم فقدت من قيمتها أمام العملة الأجنبية حتى الآن؟ وصل تدهور القوة الشرائية للريال اليمني إلى 800% منذ العام 2015 حتى اللحظة. كان لتوضيح الوضع، المواطن الذي كان يحصل على راتب 60,000 ريال يمني كان يقدر ب 270 دولار، اليوم لديه 30 دولار لشراء كل احتياجاته الأساسية أو الغذائية أو الدوائية، 30 دولار مقابل 270 دولار، مع العلم أن 270 دولار لم تكن شيئاً. التقارير الأممية تقول بأن الحد الأدنى للدخل هو 700 دولار. نعم. ما بين 2015 إلى الآن 700 دولار في الوضع الأشد فقراً يقابلها 30 دولار فقط لمن كان يحصل على 60,000. أما اليوم الرواتب منعدمة لدى الناس، المواطن اليمني أصبح لا يستطيع حتى سداد فاتورة الكهرباء، هذا لمن يجد سكن ولمن يجد كهرباء تجارية. الوضع أصبح مزري، وصل الدولار إلى ما يقابل 2030 ريال اليوم لطبعة الريال الجديدة. الوضع سيكون أسوأ في المستقبل في ظل ثبات المعطيات. تحدثنا سابقا بأن الريال اليمني سيتدهور وسيكسر حاجز 1,000، ثم تحدثنا عن حاجز 2,000 ريال، واليوم نتحدث أنه لو ظلت المعطيات ثابتة، بمعنى أنه لا إيرادات تأتي من تصدير النفط والغاز أو المنتجات الزراعية كما كان، أو التدهور أيضا في المصدر الوحيد الحالي اللي هو حوالات المغتربين، انخفاض حاد وقوي في المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمانحة والتي كانت في بداية سنوات الحرب 4.7 مليار دولار كمتوسط، وصلت حاليا إلى 1,300,000,000 دولار تقريبا، مع العلم أن جل هذه المبالغ تصب في البنوك التجارية الواقعة في مناطق الخضوع في صنعاء. بمعنى أن الريال أو طبعة الريال اليمني لا يستفيد كان إلا من خلال تصدير النفط بدرجة أساسية، وتقريبا 30% من حوالات المغتربين. طيب. بحكم الكتلة السكانية الأكبر. طيب دكتور هشام، سنناقش كل هذه المفردات معك في ثنايا هذه الحلقة، لكن اليوم مع تجاوز سعر الريال هذه الخطوط والحدود التي أشرت إليها، عتبة 2,000، ويعني بالنسبة للريال السعودي أيضا تجاوز 500%، في كيف سينعكس هذا على وضع المواطن بشكل عام، خصوصا في مناطق سيطرة الشرعية؟ دعنا هنا ننقل ونوضح حال المواطن أولا مع هذا التدهور. من المعلوم أن تدهور القوة الشرائية لعملة ما يعني انخفاض ما يقابل ذلك في السلع والخدمات، بمعنى أن الراتب المحدد الذي كان يعطيني 10 سلع سيعطيني اليوم 5 سلع، والذي كان يعطيني 5 سلع ربما لا يكفي لتوفير سلعتين أو منتجين معينين. فالوضع يسير نحو الاتجاه الأشد فقرا. التقارير الأممية تقول بأن هناك 1,000,000 يمني جديد ينضم إلى المستوى الثالث والرابع المتكامل في الأشد فقرا، تعدينا وصلنا إلى 18.7 مليون نسمة في الأقل فقرا، يعني نتحدث عن أقل من دولارين، هذا إن وجدت الدولارين بالنسبة للمواطن اليمني أو للأسرة اليمنية دعنا نتحدث. نعم. هذا الوضع أو هذا المستوى المخيف له عدة انعكاسات أو آثار.
هناك انعكاسات على الجانب المعيشي، الجانب المجتمعي، الجانب السياسي. ربما غدا لن يكون الوضع آمن في مناطق الحكومة الشرعية. وجدنا هناك مظاهرات في الفترات السابقة على مشاكل تتعلق فقط بالكهرباء، فكان هناك قطع طرقات وهناك حرق إطارات وهناك وهناك إلى آخره. ليس من مصلحة الحكومة الشرعية أن يستمر الوضع كما هو عليه حاليا. الفقر يعني تسرب مدرسي، يعني مجاعة، يعني انتشار المرض للأسف، يعني أيضا الرذيلة. الفقر يعني الكثير من الانعكاسات الاجتماعية وليس فقط الاقتصادية والسياسية فقط. بالنسبة للمرتبات، بالنسبة للمرتبات، يعني الحكومة الشرعية لا زالت حتى الآن تقول وأيضا يعني تتحدث على أنها تتحمل مسؤوليتها في توفير المرتبات لكل العاملين في إطار سيطرتها، لكن ما قيمة هذا المرتب كلما تم حدوث تدهور في سعر العملة؟ إذا لم تقوم الحكومة الشرعية بالمحافظة على القوة الشرائية للريال اليمني فكأنها لم تفعل شيئاً. ما الذي يمكن؟ ضربنا مثال في بداية الحلقة بأن راتب 60,000 ريال يمني كان 270 دولار، واليوم يعني 30 دولار. ما الذي يمكن أن يقدمه 30 دولار وغدا ستكون 30 دولار 15 دولار بمعدل نصف دولار للمواطن في اليوم؟ يعني هذا معيار أقل بكثير من معيار المجاعة الأممي. طيب 25%. كيف سينعكس أيضا على أسعار السلع، أسعار المواد الضرورية وحياة المواطنين؟ تدهور القوة الشرائية للريال اليمني يعني انعكاس على التضخم، والتضخم هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات. التقارير تشير إلى أن المواطن اليمني لم يعد يستطيع شراء حتى الخضروات التي ممكن أن يعيش عليها ويمكن أن يعيش عليها. من يعيش في الداخل اليمني يعرف أن الضروريات اليومية تصل إلى ما لا يقل عن 8 دولار في اليوم لتأكل الأسرة فقط القليل من الرز مع القليل من الخضروات، وهذا أصبح مستحيل. المواطن لا يستطيع أن يوفر حتى 2 دولار، لا يملك حتى 2 دولار، والضروريات تتحدث 6 إلى 8 دولار للبقاء على الحياة أو على قيد الحياة وللعيش على وجبة إلى وجبتين فقط لا غير في اليوم الواحد. طيب دكتور هشام، يعني هناك تردي متواصل لسعر العملة وللوضع الاقتصادي. يعني أشرت إلى أنه كانت هناك تحذيرات من تجاوز سعر الريال أمام الدولار حاجز 1000، واليوم أصبحنا نتحدث عن تجاوزه لحاجز 2000. ما أسباب هذا الاستمرار المتواصل في التردي والانهيار لسعر العملة؟ يا أخي الكريم، الحكومة بدون إيرادات، لا تملك أي إيرادات. الفترة الثبات في خلال الفترة السابقة كان من خلال المساعدات التي تلقيناها بالتحديد من المملكة العربية السعودية بالدرجة أساسية أو كدور رئيسي، كان يغطي مستوى عالي من نفقات الحكومة الشرعية. إذا ظلت الحكومة بدون إيرادات، وذكرنا أن المورد الرئيسي كان هو تصدير النفط الذي توقف، أيضا عندما تم فتح ميناء الحديدة فقدت الحكومة الشرعية 75% من الإيرادات الجمركية التي فقدتها بناء على فتح ميناء الحديدة. فقدت فقد الحكومة لهذه الإيرادات ينعكس على مستوى النفقات، وبالتالي في ظل ثبات الاستيراد الذي يصل إلى 11 مليار دولار في العام ولا يغطي سوى جزء منه حوالات المغتربين، ولا توجد أي إيرادات تعطينا أو تغطي الحساب الجاري أو الميزان التجاري للحكومة، لا سيظل التدهور ثابت. طيب دكتور هشام، أنت أشرت إلى عدم وجود إيرادات وكأنك تقصد بدرجة أساسية إلى ما يتعلق بالنفط والغاز، لكن إذا ما أخذنا الكلام على عموميته بالشكل الذي أشرت إليه، هناك إيرادات فعلا للحكومة
سواء الضرائب أو الجمارك أو الأموال التي تأخذ على السلع أو غيرها من أنواع. ربما لو أردنا أن نشابهها في مناطق سيطرة الحوثي وأحيدنا موضوع النفط والغاز، سنجد أن ربما الإيرادات قد تتشابه، لكن إلى أي مدى يتم استغلالها والحفاظ عليها؟ لا يوجد أدنى تشابه بين إيرادات ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية، لا يوجد أدنى تشابه. من أي ناحية؟ أدنى تشابه. تحصل ميليشيا الحوثي على ما متوسطه 4.5 مليار دولار سنويا، تصرف أو تنفق ميليشيا الحوثي ما يقترب من 1.1 مليار دولار. من أين تحصل على هذه الإيرادات؟ تحصل ميليشيا الحوثي على إيرادات من خلال الجبايات، من خلال الاتصالات، من خلال الأوقاف. الإيرادات الحوثية متنوعة، تحصل على دعم مجاني مقابل الغاز مؤخرا عندما تم وقف شراء الغاز من الحكومة الشرعية، تحصل على نفط مجاني. كل هذه أرقام تريليونية مفصلة. والميليشيا الحوثي اليوم يعني تمتلك رصيد بعشرات المليارات، قيم من خلال يمن دايركت بأكثر من 80 مليار دولار، أموال الخصوم قدرت بأعلى من أو بأكثر من 19 مليار دولار لوحدها. هذا فقط الرقم التراكمي إذا ما أخذناه خلال 10 سنوات بمعدل 4 مليار دولار، فنحن نتكلم عن 40 مليار دولار. أرقام فلكية استطاعت من خلالها خلق اقتصاد موازي، هي اليوم جاهزة للسيطرة على البلد اقتصاديا أو عسكريا أو غيره، من خلال أنها استطاعت أن تعمل إحلال. اليوم شركات الصرافة تقوم مقام البنوك، كل لديها الكثير من أما الحكومة الشرعية تتعامل كدولة، لا تتعامل كدولة كدولة أين إيراداتها يا دكتور هشام، خصوصا فيما يتعلق بالموانئ، بالكهرباء، نحن نتحدث حديث الضرائب وغيرها. نتحدث حديث الأرقام. الموازنة العامة للدولة خلال أكثر من عقدين ما قبل العام 2015 تقول بأن 70 إلى 75% من إيرادات الدولة تأتي من النفط والغاز، واليوم النفط والغاز متوقف. عندما وصلت الحكومة الشرعية إلى 115 ألف برميل في اليوم، كان يعني هذا الرقم وقتها بالأسعار الجارية في السوق 1.750 مليون تقريبا دولار. هذا الرقم كان سيقوم بتقليص الفجوة ما بين طبعتي الريال، وكان الحوثيون سيفقدون مكسب استطاعوا أن يحصلوا عليه خلال 8 سنوات ماضية. بعدها قاموا بضرب موانئ تصدير النفط، وكان على الحكومة الشرعية أن توجد الأدوات أو الحلول المناسبة للحفاظ على تصدير النفط. لا يعقل أن نظل خلال سنوات مكتوفية الأيدي، مجرد قرارات اتخذها البنك المركزي أحدثت الكثير من الحراك والنتائج والهلع والخوف لدى الحوثيين، وما زالت الحكومة الشرعية تمتلك الكثير من الأدوات التي تستطيع من خلالها إحداث التغيير. نحتاج لرفع مستوى الكفاءة. المحاصصة القائمة في الحكومة الشرعية أدت إلى انخفاض مستوى الأداء، يوجد أو انعدام لإرادة الحل. نتمنى ونرجو أن نرى في قادم الأيام عكس ما نقول حاليا. نعم. طيب دكتور هشام، اسمح لنا أيضا أن نشرك معنا في هذا الحوار الدكتور إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية والاقتصادية. دكتور إيهاب، أسعد الله أوقاتك بكل خير وأهلا وسهلا بك. حياك الله، أهلا وسهلا بك. تحية طيبة لك يا دكتور. نحن نناقش اليوم تدهور العملة الوطنية، فشل قيادي وإداري وسياسي ذريع. كونك باحث في الشؤون الإنسانية والاقتصادية، التدهور المستمر في سعر العملة، ما هي انعكاساته على المواطن وعلى الشعب وعلى الوضع العام في داخل البلد؟ أولا شكرا لإتاحة الفرصة، وهذا الأمر يهمنا ويهم كل يمني منذ سنوات، منذ العام 2014 والوضع الاقتصادي يزيد تدهورا. نحن خلال 8 سنوات أو 10 سنوات الماضية خسرت اليمن
الناتج المحلي تقريبا بالكامل، والذي يعد أكثر من 66 مليار دولار خلال 4 سنوات من العام 2015 إلى 2019، وبالمثل ما يلحقها من سنوات لم توجد بها أي حلول، وإنما زادت العملية تعقيدا. هذا الأمر ينعكس مباشرة على المواطن، وحتى أنه يصبح مديونا بما تم خسارته من الناتج المحلي مع استمرار الصراع. لكن الأسباب وعدم معالجتها تفاقم الوضع، وصلنا إلى يعني ناتج محلي ودخل لليمن صفري. أعتقد أن كل دولار في اليمن أو عملة أجنبية ليست ملك اليمنيين، وإنما هي فقط لتداول أصحابها في الخارج، لأنه لا يوجد أي إيرادات مقابل المصروفات منذ 10 سنوات ونحن على هذا الحال. هناك تقارير من الأمم المتحدة ومن جامعات معروفة عملت على اليمن وقدرت الخسارات التي ستلحق الاقتصاد اليمني بأكثر من 89 مليار حتى العام 2022، وإذا استمر الحال إلى العام 2030 قد تصل الخسائر التي يعني يتكبدها الاقتصاد اليمني إلى مئات المليارات، وهذا الرقم مفزع. هذا أنا أتحدث به عن تقرير رسمي يعني صادر عن الأمم المتحدة وعن جامعة ديمفورت الأمريكية ومعتمد من قبل اليونايتد نيشن. معنى هذا أننا يعني الآن أصبحنا في فوهة البركان، يعني لذلك لابد أن نعود إلى الخلف ونعالج المشكلات من أساسها. أولا الانقلاب الحوثي واستمرار الحرب أو اللا حرب واللا سلم التي قتلت اليمنيين أكثر مما قتلتهم الحرب. أيضا ضعف الحكومة والتي لابد أن تقوم بواجباتها تجاه المجتمع اليمني وأن تصحح هذا المسار الاقتصادي المعوج أو المنتهي تماما. نحن الآن نواجه يعني كارثة حقيقية، رغم أنه أيضا أكثر من 30 مليون يمني يعني يعيشون في الأرض اليمنية يعانون من هذا التدني في المستوى في قيمة العملة اليمنية أمام العملات الصعبة. أيضا هناك ضعف في القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهناك توقف للمركبات، وهناك أيضا يعني تدني في مستوى الأمن الغذائي الذي صرحت به الأمم المتحدة وكل العاملين في هذا المجال. نحن في العام 2019 كانت هناك يعني ما يقارب 43 مديرية في المستوى الخامس من المجاعة. الآن نحن نتجاوز 180 مديرية يعني في عموم الجمهورية، وهذا مؤشر خطير جدا. يموت كل طفل في اليمن، يعني كل دقيقة في اليمن يموت طفل ما دون الخامسة جراء الجوع وليست جراء القتال. هي انعكاسات الحرب والانقلاب وعدم وجود سياسة سليمة. هناك يعني مشاكل تعاني منها الحكومة وهي من تصنعها. أعتقد أن الحكومة تستطيع عمل الكثير، لكن لماذا لا تتحرك مثلما تحركت وقال رئيسك العزيز قبل قليل أن إجراءات البنك المركزي هزت الحوثيين وهزت الجميع، لكن للأسف أعتقد أن الحكومة الشرعية والحوثيين مستفيدين من بقاء العملية كما هي. الانقسام النقدي يقف حاجز تماما عن أي حلول قد تبتكر وقد يحاول البعض قد نفهم كيف أن الحوثيين مستفيدين من الوضع الحالي، لكن كيف يمكن فهم أن الحكومة الشرعية مستفيدة من تردي سعر العملة والتردي الاقتصادي، وهي مسؤولة عن هذا المواطن وهذا البلد وسمعتها وشرعيتها حتى في المحك؟ بالطبع إذا انتهى الانقسام النقدي، أول شيء ستواجه الحكومة دفع المرتبات لكل اليمنيين كانوا في الشمال والجنوب في مناطق محررة أو غير محررة، وهذا يفوق طاقتهم الحالية التي لا يستطيعون الآن دفع مرتباتهم التشغيلية في الوقت الحاضر. وهذا يرجع أيضا إلى وقف أو توقف الصادرات اليمنية من النفط والغاز، عدم إدارة الإيرادات المحلية بشكل سليم واندثارها بين السلطات المحلية والمحافظين، وعدم تمكين البنك المركزي أو الحكومة من تحصيلها بشكل كامل. هناك عدد كبير لا متناهي من الأسباب، لكن الأول عنصر يجب على الحكومة أن تعالجه هو الانقسام النقدي لكي توضع الحلول على الطاولة ويمكن تنفيذها. ربما كان البنك المركزي ذاهب في هذا الاتجاه إلى أنه تم إيقافه وتدخلت دول ودول كبرى لعرقلة مثل هذا القرار. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور إيهاب، سأستكمل النقاش معك ومع ضيفي الدكتور هشام الصرمي. دكتور هشام، بصفتك أكاديمي وخبير اقتصادي، ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة سواء سابقا أو حاليا لإيقاف هذا التدهور؟ الحكومة الشرعية
لا تستطيع أن تقدم حلول في ظل انعدام الإيرادات. يعني لا تبذل جهود يا دكتور. الحكومة أو الدولة اليمنية نستطيع أن نبسط للمشاهد الكريم هذا الدور. لدي أسرة فقيرة وأريد أن أرفع من مستواها المعيشي، يجب أن أوفر لها مستوى دخل معين يحدد مستوى العيش التي تستطيع هذه الأسرة أن تعيش فيه. المجتمع اليمني عبارة عن مجموعة أسر، والحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي هو رب الأسرة، ويجب أن يستعيد إيراداته. هناك إيرادات تأتي قلنا من النفط والغاز، وهناك إيرادات منهوبة لدى ميليشيا الحوثي مثل الاتصالات أو مثل مبالغ حقوق الطيران وغيرها، هناك مبالغ مليارية يجب أن تستعاد. هناك حوار يجب أن يطرح على الطاولة، وأن يكون الحوار مع المجتمع الدولي مختلف. هناك تماهي دولي مع ميليشيا الحوثي، وما أوصل المجتمع اليمني والحكومة الشرعية إلى هذا المستوى، وخير دليل على ذلك هو إيقاف قرارات البنك المركزي أخيرا، الحديث اليوم عن تبديل في إدارة البنك المركزي في ظل إدارة سابقة لا ندري ما الذي حصل. محافظ البنك المركزي قدم الاستقالة أو استمر في عدم الأداء، من سيأتي؟ ما الذي ستفعله الإدارة القادمة فيما يخص الوضع النقدي؟ كما نعلم هناك وضع نقدي وهناك وضع مالي. العوامل أو العلاج أو الحلول يجب أن تكون في المسارين، مسار النقدي ويعنى به البنك المركزي اليمني عدن، ومسار مالي وتعنى به الحكومة، ويجب أن يتم العمل على المسارين لتحسين سواء في الأدوات النقدية للبنك المركزي اليمني أو للأدوات المالية فيما يخص الحكومة. طيب دكتور هشام، أنت تقول يجب العمل على إطار هذا المسارين، هل الحكومة تعمل أم أنها في وضع عجز أم ضعف إرادة؟ والله هناك مزيج مما ذكرت. تحدثت سابقا أنا وتحدثت في هذه الحلقة أيضا أن هناك انخفاض في مستوى الأداء ناتج عن المحاصصة، فإذا كنا مجبرين على المحاصصة السياسية فيجب أن نحضر أكفاء من لدينا لإدارة هذه الوزارات. هذا السبب الأول. انخفاض الكفاءة هو ينعكس على مستوى الحصول على الإيراد أو تحقيق الأهداف أيا كانت على مستوى الوزارات. طيب دكتور إيهاب القرشي، هل ترى بأن الحكومة تقوم بما يلزم تجاه هذا الوضع الاقتصادي المتردي؟ دكتور حقيقي يعني نازع عن مصلحة المجتمع اليمني، يعني كان الأكثر بها قبل أن تتخلى عن قرارات البنك المركزي على الأقل أن تفاوض لتحرير تصدير النفط والغاز مثلا، لكنها تستسلم مباشرة لأي يعني إجراءات يقوم بها المبعوث الأممي أو غيرهم. للأسف الشديد على الحكومة هي المسؤولة عن الشعب اليمني، كانوا حوثيين أو غير حوثيين، يعني كل الشعب اليمني يعيش في اليمن كتلة سكانية كبيرة تنزح تحت طائلة الحوثي المسؤول عنها الحكومة. ماذا فعلت لهم؟ لم تفعل لهم شيء، فما بالك أيضا بالناس اللي عايشين في المناطق المحرضة وهم يشعرون أن الحكومة تخذلهم. الحقيقة يعني لابد أن تكون هناك، ليست أشخاص مسألة أشخاص أو قيادة شخصية، ولكن هي مسألة إجراءات على الأرض. لابد أن تحرر الأرض أو يحرر الاقتصاد، ويتم التقاسم بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية حتى لا يذهب الشعب ضحية للاثنين. لكن لا يريد الحوثي يعني صناعة الحلول أو التقارب لإيجاد الحلول، بينما أيضا الشرعية تعمل يعني على استحياء، أو المجتمع الدولي يريد أن يبقى الوضع اليمني كما هو. على الجميع أن يتحمل المسؤولية. أنا تحدثت قبل قليل عن عدد من المديريات التي دخلت في المستوى الخامس، حتى هذا المستوى الذي يعد فعلا مجاعة حقيقية لم يتم الإعلان عنه، ولا يوجد تصوير للوضع الإنساني المتردي في اليمن بشكله الحقيقي. يعني كل العالم يروج ويهلل أي قوية كانت بسيطة أو متوسطة أو عالية، إلا القوية اليمنية يتم كتمها لا أدري لماذا. ولا تقوم الحكومة الشرعية ومثلا أيضا بوزارة الخارجية ووزارة التخطيط بأداء دورهم في بيان هذا الوضع المتردي في اليمن للمجتمع الدولي. يعني على المجتمع الدولي إذا أوقف عملية السلام أو عملية الحرب في اليمن عليه التحرك اقتصاديا تجاه مساعدة اليمنيين
وليس العكس. نحن الآن لم نصل إلى 28% من تمويل خطة الاستجابة للعام 2024. يعني تراجعت احتياجاتنا الإنسانية منذ 10 سنوات بلغت 33.1 مليار دولار، التي تم تمويلها فقط لا تتعدى 20 أو 21 مليار دولار. هناك أكثر من 33% لم تغطى، وهذه عبارة عن تراكم للاحتياجات لم تعالج منذ 10 سنوات. الأمر طبعا ويتخلل هذه 21 مليار الكثير من الفساد والاستيلاء على هذه الأموال من قبل جماعة الحوثي، وأيضا هدرها في مشاريع ثانوية ليست أساسية. برنامج الغذاء العالمي في اليمن في شهر أبريل الماضي يوقف نشاطه في توزيع السير الغذائية أو المساعدة الغذائية اللي هي فعلا منقذة للحياة، لأنه وهذه نقطة دكتور هذه نقطة دكتور أيضا سنستكملها، هذه نقطة في غاية الأهمية في ظل هذا التردي وهذا الوضع الصعب الاقتصادي. نجد أن الجهات أو الأمم المتحدة ومنظماتها تقلص أعمالها الإنسانية في اليمن بشكل كبير جدا. نحن في الوقت الذي يجب أن نخرج فيه إلى فاصل قصير دكتور إيهاب، وكذلك الدكتور هشام الصرمي ستبقيان معنا مشكوران. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع الدكتور هشام الصرمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، وكذلك الدكتور إيهاب القرشي الباحث في الشؤون الإنسانية والاقتصادية، حول تدهور العملة الوطنية، فشل قيادي وإداري وسياسي ذريع. آتي إليك دكتور هشام، واستكمالا للموضوع، هل ترى بأن الحكومة الشرعية تدفع ثمن تراجعها عن قرارات البنك المركزي التي كانت قد اتخذت؟ بالتأكيد تم التنازل عن قرارات البنك المركزي دون أدنى ثمن يذكر. يعني يمكن أن يكون هناك اتفاق بخصوص استئناف تصدير النفط، كان هناك يمكن أن يكون يعني تبحث ميليشيا الحوثي لمناصفة الحكومة الشرعية في إيرادات الحكومة في إيرادات النفط، في ظل عدم الحديث بالمطلق عن استعادة مثلا إيرادات الاتصالات المليارية. كان يمكن أن تأخذ الحكومة الشرعية ثمنا يليق بالقرارات وبالأداء الذي قدمه البنك المركزي اليمني عدن. فيما يتعلق بعدم استئناف تصدير النفط دكتور هشام، وأشرت ويشير الخبراء ويشير كل الاقتصاديين إلى أنه النفط والغاز عصب الاقتصاد اليمني ويعول عليه ويعتمد عليه في دفع مرتبات الموظفين، ليس من اليوم، حتى في ما قبل حتى 2011 وما بعدها. هل ترى بأن الحكومة قامت بما يكفي من محاولات لاستئناف تصدير النفط، أم أنها استسلمت بشكل غريب لتلك التهديدات الحوثية والضربة التي يقال أنها وجهتها؟ المعطيات التي أمامي تقول بأنه هناك استسلام للوضع الحالي كما هو، والواقع يقول التالي، أنه لا توجد مشكلة بلا حل. ما الحلول التي طرحت على الطاولة؟ ما نعلمه أن الحكومة تسير بدون خطة، لا قصيرة ولا متوسطة ولا طويلة المدى. لا توجد هناك خطط استراتيجية. من المعلوم أن العمل المؤسسي يقوم على تخطيط يبنى على احتمالات متعددة، الاحتمال الأول، الثاني، الثالث، وكل احتمال تحته احتمالات متعددة. أكون جاهز تماما أمام الحوار أو في التفاوض مع الطرف الآخر. كل من يعمل، كل من يخطط يصل، ونحن خلال 10 سنوات ماضية لا نرى أن هناك ما يمكن أن ينسب كإنجاز للحكومات المتتالية. آتي لك دكتور إيهاب القرشي، فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية العاملة في اليمن، وفي ظل هذا التردي الاقتصادي المستمر، نشاهد بأن الأمم المتحدة ومنظماتها تقوم بتقليص أعداد المعونات والمساعدات الغذائية والضرورية للحياة لنسب عالية من شريحة المجتمع اليمني.
ما الذي تقرأ في هذه الخطوة وما الذي يمكن التفصيل فيه في إطارها؟ الحقيقة كثير من الملابسات حول هذا الأمر، لكن تتجلل في الأخير الحقيقة يعني الأمم المتحدة في اليمن بكل منظماتها والمنظمات الدولية شيء مفلسة. أنا قلت قبل قليل أن خطط الاستجابة لم تصل حتى إلى 28% أي الربع خلال العام 2024، وهذا يعني أنها لم تكفي حتى المنظمات الأممية والدولية مصاريف تشغيلية. هذا الأمر انعكس يعني أيضا على تعامل الحوثي مع المنظمات الأممية والدولية في صنعاء وفي المحافظات الغير محررة بالتعنت، وما يسمى بالسكيمش الذي انحل مؤخرا. قاموا بفرض يعني إجراءات كبيرة جدا على المنظمات بما فيها الاعتقال والترحيل للنيابة العامة والمحاكمة، وقد تصدر أحكام إعدام. هذا كله لا يعفي الأمم المتحدة عن فسادها وعن برامجها التي لم تكن في المستوى المطلوب، لأن هناك قصور من الحكومة أيضا بتقديم خطط طوارئ أو خطط مشاريع أو الإشراف على تلك المشاريع بشكل سليم. أيضا وجود الفساد في المنظمات الأممية الذي جعل من المانحين يتراجعوا إلى الخلف ولا يؤدون ما عليهم من التزامات أو ما يقدموا لتغطية هذه الخطط الاستجابة الإنسانية. الدليل على ذلك أن هناك من أكبر المانحين مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، هي من قدمت أكثر من 5 إلى 6 مليار دولار خلال الفترات السابقة. تأتي بعدها المملكة العربية السعودية ب3 مليار فقط في خطة الاستجابة الإنسانية، بينما دفعت أكثر من 11 إلى 13 مليار دولار بشكل مباشر عبر أدرعها مركز الملك سلمان وأيضا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وغيرها. كذلك الدول التي يعني تعمل بأدرعها الخاصة في اليمن مثل الكويت ومثل الإمارات وغيرها يعملون. الإمارات قدمت أكثر من 6 مليار دولار يعني خلال السنوات الماضية أيضا بشكل مباشر، بينما لم تقدم أكثر من 7% في خطة الاستجابة الإنسانية. الأمر المهم جدا أن الأمم المتحدة هو ذراع ناعم فقط كمنظمات، ولكنها مجلس الأمن الدولي هو الحاكم والفيصل في الأمر. نحن تحت البند السابع، وهناك دول رباعية هي من شكلت الحكومة بشكل أو بآخر، فليس لها. عندما نحن نهاجم الحكومة أو نطالب الحكومة بماذا تستطيع، هذا واقعنا كمجتمع يمني، لكن الحقيقة أن المسؤولين هي الدول الرباعية التي لا بد أن ننبثق عنها حل اقتصادي أو سياسي أو عسكري في اليمن بشكل عاجل. غير هذه الأمور لم يتأتى لنا وضع أي حلول أو تنفيذها، خاصة مثلما أيضا سبق وقلت الانقسام النقدي يقف حائل أمام أي حلول اقتصادية ذاتية من قبل الحكومة. ولكن سيأتي الحل مؤكدا من مجلس الأمن الدولي أو من الدول الرباعية، وعلينا مطالبتهم بذلك والالتزام بذلك بنصوص البند السابع الذي يعني يعطي اليمنيين أو الحكومة القائمة مطالبة مجلس الأمن إذا ألم الضرر بالمجتمع اليمني الذي يرجح تحت هذا البند. دكتور إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون السياسية في الشؤون الإنسانية والاقتصادية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك دكتور إيهاب. وأتي لك دكتور هشام، يعني في إطار التحركات الأخيرة للقيادة السياسية للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية والتدهور المستمر، رئيس مجلس القيادة يعود إلى عدن لعقد يعني اجتماعات موسعة مع رئيس الحكومة والفريق الاقتصادي والغرفة التجارية ومجتمع الأعمال. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا طارئا للبنك المركزي والمالية لمناقشة تطورات أسعار سعر الصرف وإجراءات التعامل معه. البنك المركزي يطرح مبلغ 50 مليون دولار للمزاد العلني بهدف تغذية السوق المحلية بالعملة الصعبة والسيطرة على سعر الصرف. هل ترى بأن هذه التحركات يمكن أن تفيد في السيطرة على هذا التدهور المستمر لسعر العملة؟ القاعدة تقول التالي: إذا لم يكن هناك تغير في معطيات أو في المعطيات التي يتكون منها الحل، لن يكون هناك نتيجة جديدة. نأمل من خلال هذه الاجتماعات ومن خلال هذه التحركات أن توجد أدوات جديدة وحلول مبتكرة وتفاوض جديد على إيجاد حلول ناجعة ومعالجة أصل المشكلة. وعندما نتحدث عن أصل المشكلة، نتحدث عن استئناف الإيرادات واستعادة الإيرادات من خلال كل الطرق الممكنة لذلك، لأن الحلول المؤقتة هي عبارة عن تأجيل للمشكلة فقط لا غير.
هذا ما نرى. واضح أيضا أن الحكومة اعتادت على الاعتماد على الأشقاء وخصوصا في المملكة العربية السعودية في إرفاد خزينة البنك المركزي بودائع يتم الاستفادة منها في تحسين سعر الصرف. إلى أي مدى هذه الحلول تساعد في حل هذه المشكلة؟ ويعني إلى أي مدى أيضا يعقل أن يظلوا معتمدين فقط على المساعدات أو المعاناة أو المعونات التي تأتي من الأشقاء؟ هذه الودائع وهذه المساعدات إذا لم يكن لها تخطيط يصب في جانب المشاريع المستدامة لن يكون هناك معالجات ناجعة للمشكلة الاقتصادية بدرجة أساسية. هناك حلول مؤقتة ترحل المشكلة فقط، وهناك حلول يجب أن تصب، والخطة التي يجب أن تطرح منها شق عاجل وشق غير عاجل استراتيجي متوسط وطويل المدى. نرجو ونأمل أن يتم العمل على الحلول العاجلة الإسعافية، نستطيع أن نسمي ذلك، ونذكر بأن المشكلة لا يمكن أن تحل بالشكل الذي قد يتصوره المواطن بعد أن وصلنا إلى 800% في تدهور القوة الشرائية للريال اليمني إلى ما لا يقل عن 80% في مستويات التضخم، فلن يعود التضخم إلى ما قبل، ولم يحدث أن عاد التضخم الذي وصل إلى هذه المستويات في دولة ما إلى المستوى الذي كان عليه قلنا ما قبل العام 2015. في أحسن الأحوال يكون تحسن يصل إلى 50%، وهذا أيضا وضع كارثي، ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها بمختلف القطاعات والمسارات، لأن الوضع القادم إن لم توجد الحلول سيكون أكثر كارثية، والمسار سيذهب في اتجاه لن يحمد عقبة. يرى البعض دكتور هشام بأن الحكومة وهي الآن تطرح على طاولتها موضوع معالجة مرتبات الموظفين في الحكومة الشرعية خارج البلاد والذين يتقاضونها سواء بالعملة الأجنبية أو يعني بالدولار أو بالسعودي أو نحوها، ويرى بأن ترى الحكومة بأن تقليص هذه المبالغ أو تحويلها إلى الريال اليمني سيفيد في تحسين الاقتصاد ووضع العملة بشكل عام. إلى أي مدى هذا الأمر منطقي؟ هذا جزء من العلاج، هذا شق يحدث نزيف في جانب العملة الصعبة. كما قلنا لا يوجد لدينا إيرادات دولارية في الوقت الذي نلتزم فيه بمتوسط 11 مليار ضريبة فاتورة الاستيراد، وليس لدينا ما يغذيه إلا حوالات المغتربين والنزر اليسير من المساعدات القادمة من الدول الصديقة والشقيقة والمانحة. هو جزء من العلاج، ولكن لا يمكن أن يستعيد الريال عافية بمثل هذا الإجراء. هو جزء ضروري حتى لتهدئة الناس. لا يعقل أن المواطن يموت جوعا وأنت راتبك بالعملة الصعبة. لم يحدث أن كانت هناك حكومة إنقاذ وطنية تنفق هذا الإنفاق وبهذا الشكل الدولاري. طيب دكتور هشام، فيما يتعلق بنقطة أخيرة نختم بها، سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثي، إلى ماذا تعزو عملية الاستقرار الشكلي للعملة في مناطق سيطرة الميليشية الحوثية؟ وإلى أي مدى يمكن مقارنة أسعار السلع والمواد وقيمتها في مناطق الحوثي مع مناطق الشرعية؟ لنكون منصفين نوعا ما. أولا هناك قاعدة اقتصادية تقول التالي: سعر الصرف لا يعكس حقيقة الاقتصاد، بمعنى أن هناك دول عملتها قوية مقابل الدولار ووضعها الاقتصادي سيء للغاية، يعني من أقوى العملات على مستوى العالم الدينار الأردني مثلا، بينما الوضع المعيشي مزري ومستوى التضخم عالي. فبناء على هذا المعيار الاقتصادي وبغض النظر عن حقيقة سعر الصرف في مناطق الخضوع ما بين الحقيقة والوهم، هذا ليس معيار. فمستوى الأسعار في مناطق الخضوع التي يسيطر عليها الحوثيون أعلى من ما هو عليه في مناطق الحكومة الشرعية. هذا لا يعفي الحكومة الشرعية عن الدور الذي
يجب أن تقوم به. ولكن كتوضيح للمشاهد الكريم، هناك مستوى حقيقي ومستوى غير حقيقي. المستوى الحقيقي أو الجزئية الحقيقية التي نرى أنها حقيقية أتت مما ذكرنا، الإيرادات العالية بالنسبة لهم، المساعدات التي تصب في مناطقهم من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية، أيضا 70% من حوالات المغتربين تصب في مناطق الخضوع. كل هذا يقوم بالاستنزاف اليومي من مناطق الشرعية لمناطق الخضوع، الاستنزاف الدولاري وبالعملات الأجنبية مقابل الخضروات والفواكه وقطاع الغيار والبضائع إلى آخرها، نتيجة لرفضهم التعامل بطبعة الريال الجديدة، أيضا يعتبر نزيف لصالح طبعة الريال القديمة مقابل الجديدة. وما عدا ذلك فهو سعر مفروض فرضا لا يعتد به. نعم، الدكتور هشام الصرمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شاركتنا هذا الحوار وأثريناه معا ومع الدكتور إيهاب القرشي الباحث في الشؤون الإنسانية والاقتصادية، وسلطنا الضوء على تدهور العملة الوطنية وفشل قيادة وفشل قيادي وإداري وسياسي ذريع لتسليط الضوء على وضع المواطنين في ظل هذا التدهور، والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل يعني محاولة انتشال هذا الوضع الاقتصادي وانعكاساته على حياة الناس. بهذا الأمر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مستقبل وطن. أكرر شكري لضيفي الكريمين ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.